طيب النهارده كان الشيخ محمد حسان بيلقي بشهادته في قضيه داعش امبابه. انتوا فاكرين القضيه دي اللي هي اشعلت النار بعد ما الشيخ محمد حسين يعقوب قال شهادته، وكان في ناس كتيره جدا مختلفه معاه وناس كتيره متفقه معاه. الوضع مع الشيخ محمد حسان مختلف شويه، او مختلف كتير، لانه في النهايه الشيخ محمد حسان راجل متعلم كويس، يعني هو خريج كليه الاعلام في الاصل. يعني في ناس كتير ما تعرفش انه محمد حسان هذا الداعيه السلفي خريج كليه الاعلام جامعه القاهره قسم العلاقات العامه، يعني هو ايه خريج نفس الكليه اللي انا متخرج منها واللي معظم الاعلاميين المصريين متخرجين منها. يعني هو الراجل ما درسش دراسه شرعيه من صغره، لا، محمد حسان خريج كليه الاعلام. وبعدين تلقى العلم على يعني ايدي مشايخه واساتذته، ثم في النهايه عمل رساله دكتوراه، حصل على الدكتوراه. ومحمد حسان لا ازكيه على الله، يعني انا اعرفه شخصيا واعرف ان لديه على المستوى الشخصي، ما جيناش لسه عند العلم ولا عند المواقف، على المستوى الشخصي هذا رجل الحقيقه لديه من الاخلاق ولديه من الصدق مع النفس اللي يخليك تبقى يعني تأنس ليه. لكن المسألة مش كده، والمسألة ما فيش فيها مجاملات. ليه؟ صحيح الشيخ محمد حسان النهاردة فضح جماعة الإخوان الإرهابية فضيحة علمية وفقهية، تمام؟ ليه؟ لأنه مثلا لما القاضي سأله عن جماعة الإخوان، هو طبعا سأله عن حاجات كتيرة جدا، لكن لما سأله عن جماعة الإخوان قال له نصا إيه؟ قال له فقه الجماعة يختلف عن فقه الدولة، كويس أوي، ولن تستطيع سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد الانتقال إلى مرحلة الدولة ذات الطيف متعدد الألوان. كلام حكيم جدا. ولما حدث الصدام الحقيقي بين الجماعة وبين الدولة تكون النتيجة للدولة، وهذا لم يحدث في مصر ولن ينفع. ماشي. وقال كمان سبق أن حدث الصدام بين الدولة وبين الجماعة بكل مؤسساتها، شرطة وقضاء وشعب، ورفعت الجماعة شعار الدماء، وتمنيت أن يحدث مثلما قام به علي بن أبي طالب عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، طبعا هو هنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن أبي طالب، لمنع إراقة الدماء. طب فالشيخ محمد حسان قال كلام كويس، والفيديو كمان عندنا، ورونا كده يا جماعة من الفيديو من المحكمة وهو بيتكلم عن جماعة الإخوان ويفضح ضلال جماعة الإخوان المسلمين. سمعونا كده. مسمار إمتى في تنظيم الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمون في بداياتها جماعة دعوية، ثم تحولت في السنوات الأخيرة إلى حزب سياسي يريد أن يصل إلى الحكم، وبالفعل وصلت الجماعة إلى حكم مصر، وتولت رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس الشعب، ورئاسة مجلس الشورى، وتولت جل المحافظات في بلدنا، ومع ذلك لم توفق الجماعة في حكم مصر، لأنها لم تستطع أن تنتقل من مرحلة فقه الجماعة إلى فقه الدولة، ولم تستطع أن تنتقل من مرحلة سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد إلى حكم الدولة ذات الطيف المتعدد. هل تعني هنا، هل تعني أنه حين أفضل فإن ذلك راجع إلى قلة خبرتهم وخطئهم، أم إلى أن قصدهم كان غير ذلك؟ القصد لا يعلمه إلا ربهم. هناك شواهد على أرض الواقع. ولذلك أنا أتكلم عن الشواهد التي ذكرتها الآن. أما النوايا فلا يجوز لنا البتة أن نحاكم أهلها. اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالصواب. أقول لم تستطع أن تنتقل من مرحلة سياسة الجماعة ذات قلب واحد والمعتقد الواحد إلى مرحلة سياسة الدولة ذات الطيف المتعدد الألوان والمشارف. ولما حدث الصدام الحقيقي بين الجماعة وبين الدولة بكل مؤسساتها، جيشا وشرطة وإعلاما وقضاء، رفعت الجماعة شعار الشرعية أو الدماء. وأردت وتمنيت ساعتها أن لو استلهمت الدرس من الحسن بن علي رضي الله عنهما حين تنازل عن الخلافة وهي حقه، حين تنازل عن الخلافة وهي حقه لمعاوية بن أبي سفيان وقال له وقد قابله بكتائب كأمثال الجبال، قال إن كان هذا الأمر لك فلن أنازعك في حق هو لك، وإن كان هذا الأمر لي
فأنا تاركه لك حقنا للدماء وطلبا في مرضات الله جل وعلا، فإن الأمة قد عاتت في دمائها ولا مخرج لها مما هي فيه إلا بالصلح والصبر عما مضى. طيب خليني أسأل سؤال، يعني هذا ما قاله الشيخ محمد حسان في المحكمة، انه في فرق بين فقه الدولة وفقه الجماعة. الجماعة لو بيقصد بها الإخوان ذات طيف واحد، لون واحد، لكن الدولة ذات أطياف مختلفة، يعني الدولة فيها المسلم والمسيحي، فيها السلفي، وفيها الليبرالي، فيها الملحد، وفيها يعني ناس كتير ومختلفين، لكن الجماعة طيف واحد. فالجماعة فشلت لأنها لم تتخلى عن الطيف الواحد بتاعها وتتحول إلى أطياف مختلفة أو تستوعب الأطياف اللي هي بتاعت الدولة، وده كلام كويس جدا. وبعدين قال لما حصل الصدام بين الدولة وبين الجماعة، فالجماعة رفعت شعار الشرعية أو الدماء، وبيقول انه انا يعني كنت اتمنى انه الجماعه تتنازل كما تنازل الحسن بن علي لمعاويه عن الخلافه وهي حقه. طيب السؤال، من هو الذي وقف في المحكمه اليوم؟ اي محمد حسان فيهم؟ اللي وقف في المحكمه ده محمد حسان الداعيه، الواعظ، المفكر، الدكتور، لكن محمد حسان الحركي اللي كان موجود أيام الإخوان لم يذهب إلى المحكمة. هذا كلام نظري، وكلام نظري حلو جدا، أنا يعني أفهمه وأبقى مبسوط بيه، وأعتقد أنه النهاردة هو وجه ضربة فقهية وفكرية عنيفة جدا لجماعة الإخوان الإرهابية. لكن المشكلة أنه الذي ذهب إلى المحكمة هو محمد حسان الواعظ، لكن محمد حسان الحركي السياسي لم يذهب إلى المحكمة. طيب من نصدق إذن؟ هل نصدق محمد حسان الداعية والواعظ والعالم الذي تحدث في المحكمة اليوم، والذي قال أنه كان يتمنى أن تتنازل جماعة الإخوان عن الحكم، ولا نصدق محمد حسان السياسي الذي قال أنه يمكن أن يخرج هو وغيره من العلماء أو الدعاة ملايين الشباب حتى يمنعوا الاعتراض على الرئيس؟ يعني هنا التناقض اللي أنا توقفت قدامه. محمد حسان أيام حكم الإخوان قال لا، ما حدش الرئيس يا جماعة عنده حق، ما حدش يخرج عليه، وإذا كان في ناس بتعارضه ففي ناس بتأيده، وإحنا نقدر نطلع، هو قال دون مبالغة عشرات الملايين. فهنا أنت كنت معهم وكنت مؤيد لما فعلوه، أنت لم تكن محبذا لأن هم يتنازلوا عن الحكم. وبعدين في بقى نقطة مهمة جدا يظهر منها أن محمد حسان مش سهل، يعني محمد حسين يعقوب جنب محمد حسان ممكن إيه يبقى واحد في كي جي 1 في الروضة، يعني فعلا محمد حسين يعقوب جنب محمد حسان ده محمد حسان كاهن أعظم، كاهن أعظم، لأنه بخبث شديد النهاردة دلس علينا في حتة قالك إيه، أنه أنا كنت أتمنى أن الإخوان يتنازلوا عن الحكم كما تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة وهي حقه. لا يا مولانا، الإخوان القياس هنا غلط. ليه؟ لأنه الشعب عندما خرج عن الإخوان أسقط حقهم في الحكم، لأنهم لم يصونوا هذا الحكم ولم يصونوا هذا الشعب. يعني إذا كان الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه كان له حق في الخلافة وتنازل عنه حقنا لدماء المسلمين، فالإخوان مش زيه، الإخوان ليسوا الحسن بن علي، الإخوان خانوا هذا البلد، فشلوا في إدارة هذا البلد، أسقطوا أي حق لهم. فحضرتك مش جاي النهاردة تقول لي إن هم كانوا يتنازلوا ورغم إن ده حقهم، لم يكن حقه. طيب أنا محتاج إيه من الشيخ محمد حسان؟ طالما إنه زي ما بقول لكم وهذا التناقض، هو راح المحكمة شخصية غير الشخصية اللي كانت موجودة أيام الإخوان، راجل بيتكلم في العلم، بيتكلم عن فقه الدولة، وبيتكلم عن فقه الجماعة، وبيتكلم عن الجماعة القطبية، وبيتكلم مش عارف إيه، كلام زي الفل. لكن الأثر الذي أحدثه هؤلاء الدعاة في ملايين الشباب الذين دخلوا إلى طريق التطرف
أنا أريد من الشيخ محمد حسان وأنا صادق معه وهو يعرف ذلك، لابد أن يصدر اعتذار للناس وتراجع واضح وصريح عن الأفكار التي مررها، لأنه هو لما يجي يتكلم في إيه؟ يقول لك أنا أعمل ورفقائي من أهل الدعوة على تفسير وتوضيح التفقيه في الدين الإسلامي الصحيح بعيدا عن الأفكار الشاذة والمتطرفة التي تبيح قتل الأبرياء بغير حق وتسمح به أعمال عدائية على أبنائنا من الجيش والشرطة. طيب هل أصدقك يا شيخ محمد حسان ولا أعمل إيه في الشباب اللي اتمسكوا بتوع داعش دول وقالوا إن هم راحوا يقتلوا في الجيش والشرطة بعد سماعهم للمواعظ بتاعتكم؟ ما هو لازم تحلوا الإشكالية دي. طب لماذا لا يكون محمد حسان في شجاعة علماء زي ما حصل في السعودية ويطلع يعتذر بشكل واضح جدا عن الأفكار اللي مررها للناس ويقول يا جماعة احنا كنا غلطانين؟ لكن محمد حسان بيقول أنا مش غلطان، هو بيقول أنا ما قلتش أفكار شاذة ولا حرضت بأفكاري. طب أنت لم تقصد التحريض، لكن الأثر على الأرض إنه الشباب دول تأثروا بيك، تأثروا بيك. هنا في خطيئة كبيرة جدا، وأنا أتمنى، وهذه رسالة صادقة والله الشيخ محمد حسان، لابد أن يصدر اعتذارا عما جرى ويصدر تراجعا. اعمل مراجعة، أفكار كانت خاطئة قول إن هي كانت خاطئة، أفكار ورطت الشباب في الدم وفي الاغتيالات وفي التفجيرات، الشباب ما كانوش فاهمين، صحح أفكارك. وإذا خرج الآن ليصحح أفكاره ويتراجع عما قاله ويعتذر للشعب المصري عن مواقفه اللي حضراتكم سمعتوه، ده كان موقف يقول لك احنا نحشد عشرات الملايين من الشباب عشان محمد مرسي، فلا بد أن يصدر اعتذار واضح جدا. وأعتقد أنه يعني كواليس ما طلب منه أثناء اعتصام ربعة شيء لا يشرفه، وهو يعرف كده كويس. فإذا الراجل قال كلام في ناس فرحت بيه جدا واتبسطت وبتاع، لكن نحن قوم لا يخدعنا معسول الكلام خالص، بنبقى فاهمين الحكاية. هذه دعوة مخلصة ورسالة مخلصة لمحمد حسان، يا شيخ محمد اعتذر للناس، اعمل مراجعات وقول انك كنت غلطان فيما فعلت وفيما قلت، لعل وعسى يعني يسامحك الله ويبرئ عنقك من الدماء التي ارتكبت باسمك وارتكبت باسم آرائك وفتاويك. البلد بتستوعب الجميع، وحتى لو حد ناس بتغلط فالناس تتراجع تاني، او الناس يعني تعلن توبتها ببساطة وبشكل بسيط جدا عن اخطأت. عشان ايه؟ انا هنا بقول ممكن تقول لي طب ما هو اللي حصل، هو لما يتراجع ويعلن توبته ونستفيد بيه. هقول لك يا اخي حتى لا تدخل اجيال جديدة الى طرق التطرف والى طرق الارهاب والى طرق الدماء والى طرق الاغتيالات والى طرق التفجيرات، مش عايزين حد جديد يدخل ببساطه شديده. فيعني اتمنى ان يستجيب الشيخ محمد حسان ويفعل ذلك.